بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي على قناة مستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة. أما بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية، قناة إنجليزي ابتدائي عند إعدادي مع ميس هناء السمان. إن شاء الله نرجع بلقائنا مع طلبة الصف الثالث الثانوي وسمنا أكتر معاصر 2023 الوحدة السادسة الدرس الخامس والسادس. النهاردة إن شاء الله هنشتغل لك على الفوكابلري جاي على القصة بتاعتك، وكمان هناخد إن شاء الله معانا تدريبات الترجمة اللي جاية تحت عنوان سكيلز المهارات. إن شاء الله البداية بتاعتنا من صفحة 452 صفحة من بركة الله، ونبدأ في اكسرسايز الفوكابلري تدريبات الفوكابلري أندرستاند مرحلة الفهم. وأول جملة بقول فيها She is here قبل الفراغ about the project بخصوص المشروع. She speaks about its benefits بتتكلم عن الفوائد بتاعته او المنفعه منه زي ما بيقول all the time طوال الوقت. طيب تبقى kind بمعنى عضوف، worried بمعنى قلق، angry بمعنى غاضب، وenthusiastic بمعنى متحمس. هي متحمسه قوي للمشروع بدليل انها عماله تتكلم عن الفوائد بتاعته كل شويه. اتنين بتقول فيها he used to talk proudly about his possessions، متعود او كان معتادا انه بيحكي بطريقه فيها فخر كده عن ممتلكات ويقول لك ده انا عندي وعندي وعندي. طيب هو بقى يبقى هنا بقى about how عن مقدار او كيفيه ماتش ماني قد ايه بقى المال اللي عنده. هي هاد ميد اللي كونه يقول كومبلين كان بيشتكي ولا تولد اخباره ولا بوستد كان بيتباهى ويتفاخر ولا بيت بمعنى يهزم. هو بقى هنا هو بوستد كان بيتباهى او بيتفاخر عن مقدار المال اللي قدر يكونه والثروه بتاعته. في جملة تعدل اللي فيها The prisoner in the cell was given a life، ادوله حكم بالسجن مدى الحياة، بيقولوا عليه a life sentence for his crimes سجن مدى الحياة. insistence بمعنى إصرار، tolerance بمعنى تسامح، negligence بمعنى تجاهل. نحركش شوية عشان يبقى ظاهر معاك رقم الصفحة اللي احنا شغالين عليه. بيقول في جملة رقم أربعة This research هذا البحث was done، was done بمعنى تم أداؤه او تم القيام به او تم عمله زي ما بيقولوا. وجاي في فراغ ذا ريكويست اوف ذا ساينس تيتشر بناء على طلب مدرس العلوم زي ما بيقولوا. بيقول ان هو ذيس سيرش واز دون ات ذا ريكويست اوف بمعنى بناء على طلب. فروم لا وان لا وايضا فور لا ات الاجابه هي صحيحه. ونروح على صفحه 453 عشان نكمل باقي التدريبات وهنلاقي معانا جمله رقم 5 بقول لك فيها ات واز قبل الفراغ هاو ذا هول كلاس كان كذا ان الفصل كله او كيف ان الفصل كله got top marks حسب درجات النهائيه in their final exam في الامتحان النهائي بتاعه. طيب remarkable بمعنى شيء ملحوظ، impressed معناها تاثر به، disappointed بمعنى حصل له احباط او خيبه امل، anxious بمعنى قلق. it was remarkable يعني كانت حاجه ملحوظه جدا قد ايه درجات اللي جابها الفصل او كيف الفصل يجيب الدرجات النهائيه في جميع الامتحانات لجميع الطلاب. بيقول في ستة what the criminal did will اللي قام به او اللي فعله المجرم will aim him for his for the whole of his life او for his whole life حياته كلها. عايز اقول لك هيطارده باقي حياته. يا ترى تند بمعنى ينوي وعنده او عنده ميل لكذا او نازع كذا. بوست بمعنى يتباهى ويتفخر. هاونت بمعنى يلاحقه يعني يفضل يطارده كانه حاجه طبعا سمعه سيئه طول الوقت. وعندي بروكراستينيت بمعنى يسوف. هنقول هاوند اجابتنا في الجمله رقم 6. 7 بتقول A new coin is very coin اللي هي العمله المعدنيه الجديده اللي عشان نيو يعني. العمله المعدنيه الجديده بتبقى very anxious قلقه، disappointed محبطه، عندها خيبه امل، impressed معناها منفعل بشيء او متاثر به بطريقه معينه، ولا shiny لامعه العمله تبقى لامعه، العمله الفضيه بتبقى لامعه. طيب مستر اشرف سبوك، السيد اشرف كان بيتكلم جاي فراغ للسنس الطلبه بتوعه وايل هي ووز سينج جود باي وهو بيقول لهم الى اللقاء وهو بيودعهم يعني. طيب they were near to tears كانوا على وشك ان هم ايه يزرفوا الدموع زي ما. طيب يبقى هو هنا كان كيرلسلي باهمال ولا affectionately معناها في محبه قويه مع الاطفال دول او مع الطلبه دول، ولا فورشن لحسن الحظ، ولا بوستفلي معناها طريقه فيها مباهاه وتباهي والدنيا دي. لا الاستاذ ده كان بيتكلم بطريقه affectionately يعني فيها محبه وموده شديده جدا مع طلباته. نحرك شويه عشان تبقى الجمله
رقم 9 ظهر معانا. طبعا انت بدأ يوضح معانا السكيلز والمهارات اللي هيبقى فيها جزء الترجمه اللي هنشوفه. I have a، ماشي انا عندي كذا، كمل. On my face، على وجهي. From an accident، من حادثه حصلت له. يبقى عنده request، طلب، ولا rest اللي هي المعنى الحرفي الراحه بتاعت اليد، ولا sleeve اللي هو الكم، ولا عندك scar، ندبه. عندي ندبه، ندبه اللي هي اثر الجرح على وجهه بسبب زي ما قلنا جرح تعرضي. في جمله رقم 10 بيقول لك فيها the mountaineer held، تمام نحرك شويه بس عشان تبقى ظاهره معانا الجمله رقم 10 بطريقه جيده، وكمان يبقى بدا يظهر معاك بدايه الترجمه. طبعا بعد شويه ان شاء الله هنظهر بطريقه افضل مع جمله جمله. بنقول ذا ماونتينير، ماونتينير معناها المتسلق للجبال. هيلد، كمل. ها ذا روب، انا عايز حرف جر، حاجه اسمها هيلد اون تو ذا روب، معنى تشبث فيه، يعني ماسك فيه الحبل بتاع اللي هو حبل التسلق ده بطريقه جيده جدا. الواحد دلوقتي يا شباب ان شاء الله السكيلز، والسكيلز ان هو جايبين لك مجموعه جمل من ايه التراجم، ونشوف اول جمله ترجمة. طبعا نوضح لان قدامنا السكيلز اهو، وهنجيب قدامنا مجموعه من جمل التراجم، بعضها باللغه الانجليزيه نحولها للغه العربيه، والبعض الاخر من اللغه العربيه نحولها للغه الانجليزيه، ونروح للمجموعه الاولى ودي ترجمه من اللغه الانجليزيه للغه العربيه، ونشوف اللي قدامك. تشوز ذا بيست عربي ترانزليشن، اختار افضل ترجمه باللغه العربيه. واول جمله بيقول لك فيها يو هاد بيتر، يو هاد بيتر ابص في قدامك دي، يو هاد بيتر يعني يو هاد بيتر دو ذا هارد جوبس فيرست، ذا ايزي وانز ويل اندوبتلي تيك كير اوف ذيم سيلفز. طيب تعال نشوف الجمله اللي هي تمثل الاختيار الافضل وهناخدها جا، وطبعا هنبدا الاول بان احنا نبدا نستبعد لحد ما نلاقي الاجابه الافضل. تمام، من الافضل ان تقوم بالمهام الصعبه اولا اللي هي يو هاد بيتر دو ذا هارد جوبس فيرست، لحد ما فيش مشكله فيها. ذا ايزي وانز، السهله سيعتنون بانفسهم. تمام، the easy ones will undoubtedly take care of themselves. ايه سيعتنون ده هي؟ ماشي، المشكله عندي في حته سيعتنون، لا هي مش هنا، هو بيقول لك ايه take care، هو مترجمها هنا، هنا مترجمها ترجمه حرفيه ان المهمه او المهام هتعتني بنفسها. طبعا هنا في مشكله في الحته دي. بي بيقول لك فيها او به بالعربي انت افضل من ان تقوم. فين انت افضل؟ هو يو صحيح موجوده، لكن افضل، انت افضل، لا انت بيقول له ما انت من الافضل او من الافضل ان تعمل كذا، يبقى هنا هو انت افضل، دي عندي ايه فيها مشكله في الحته دي. طب تعال نبص اللي بعدها، من الافضل ان تقوم بالمهام الصعبه اولا، دي مفيش فيها مشكله، جميله خالص. يو بيتر دو ذا هارد جوبس فيرست، تمام. ها المهام السهله، فالمهام السهله يعني معنى الكلام ده ستتم من تلقاء نفسها دون شك. لحد هنا مفيش مشكله، الكلام ماشي تمام. طيب تعال نروح اللي بعدها، من الأفضل أن تقوم بالمهام الصعبة أولا، كده جملتين دول زي بعض في الحتة دي. طيب المهام السهلة ستتم من تلقاء نفسها في شك، يعني ده معناه إن في شك إنها تتم، لأ ده مفيش شك، ده هي دون شك هتتم من تلقاء نفسها، ودي جابتنا في جملة رقم 1 الاختيار جيم. اتنين بيقول لك فيها I get my productivity assessed at regular times to make sure I am on the right route. جميل جدا. تعال نشوف أفضل ترجمة ونختارها لها. أقيم إنتاجيتي. هنا بيقول لك I get my productivity assessed. هو هنا هو مش هو اللي بيعمل عملية التقييم، ده حد تاني هو اللي بيعمل عملية التقييم. يبقى لما يقول أقيم دي كده خلاص قالت إن الجملة دي غلط. تعال نبص على التانية. بيقول لك I get my productivity assessed، يتم تقييم انتاجيتي. حلو خالص، الجمله فيها بناء للمجهول، لان هنا هو الاي الفاعل، الجمله مش هي الفاعل، مش هو اللي بيعمل التقييم، ده حد تاني، يبقى ده معناه انه بيتم تقييم الانتاجيه بتاعته. جميل جدا، في اوقات منتظمه assessed at regular times، تمام يا سيدي، للتاكد من انني to make sure I am on the right way، على الطريق الصحيح. الجمله في الحرف ب جمله تمام التمام وجميله خالص. طب تعالوا نشوف جيم. هنا بقى اداني جملة فيها بناء للمجهول، خلاص اللي قدامي ده هي الجملة رقم جيم، الحرف جيم عفوا، فيها بناء للمجهول، لكن الترجمة فيها ترجمة حرفية قوي، يعني خد كل كلمة شايفها وراح مترجمها، قال لك احصل على انتاجية اي جيت، ما هنا جيت المعنى الحرفي ليها يحصل، تمام. فهنا هو ترجم ترجمة حرفية، قال لك احصل على انتاجيتي مقيمة. هنا الجملة اللي قدامي فيها مشكلة، زي ما قلنا حكاية الترجمة الحرفية دي مش هتنفع معايا. نحرك الشاشة شوية عشان نشوف الاختيار الثالث، واللي بيقول لك فيه يتم تقييم انتاجياتي في اوقات منتظمة لاصنع التأكيد. ايه اصنع التأكيد ده؟ هي الجملة دي هو فيها خطأ تماما، نرجع للحرف ب هنلاقيه هو افضل صياغة كانت للجملة اللي قدامي، فهناخدها اجابة.
I can't believe that you really had let yourself be a helpless victim to bad company. طيب ندور على الترجمة الأفضل ليها، بقول لك إيه، لا أستطيع أن أصدق أنك، I can't believe that you، تمام، تركت نفسك، really had let yourself، تمام، be a helpless victim، حقا تكون ضحية عاجزة، too bad company، للرفقة سيء. لحد دلوقتي الترجمة كويسة خالص. طب نبص تاني يمكن يكون في حاجة أحسن منها. طيب، لا أستطيع أن أصدق أنك سمحت لنفسك، ماشي، تركت نفسك. طب فين كلمة let هنا؟ بمعنى يعني سمحت لنفسك، برضو فيها مشكلة، خلاص كده، لنفسك حقا هي على عندك تكون ضحية، بأن تكون ضحية عاجزة لشركة سيئة. طيب عندك هنا كلمة شركة سيئة فيها مشكلة كبيرة جدا، يعني جملة في الجزء الأولاني فيها حاجات ممكن نعديها، يعني لا أستطيع أنك، أو لا أستطيع أن أصدق أنك سمحت لنفسك حقا بأن تكون ضحية عاجزة. لحد دلوقتي الكلام ممكن يتقبل، يعني مفيش مشكلة يعدي، لكن المشكلة في شركة، وهنا شركة company مش معناها شركة، company معناها رفقة، ولا يعني رفقة مقصود بها الأصدقاء يعني، أو مجموعة أصحاب اللي معاك. طب نبص في جيم، لا أستطيع أن أصدق، خد بالك إيه، هو جابها هنا، هو جابها أعتقد، لا أستطيع أن أعتقد، خلاص كده غلط، لا أستطيع أن أصدق، ماشي لحد هنا تمام، أنك تركت، هو جاب مكانها سمحت لنفسك، قال لك حقا، هلاقي من قبل، انت جبت منين كلمة من قبل دي؟ مش موجودة في الجملة كده، هتلاقي ان الاختيار الف هو افضل اجابة للجملة احنا شغالين عليها، فهناخده هو اجابة. نتحرك مع الجملة واحدة رقم 4، ودي برضو باللغة الانجليزية اللي هنحولها الى لغة عربية، اللي بيقول لك فيها ايه؟ The tragedy in life doesn't lie in not reaching your goal. طب امال فين يا عم؟ قال لي The tragedy lies in having no goal to reach. حلو قوي الجملة اللي قدامك دي، هتقدر تعتبر ان هي حكمة مش مجرد جملة للترجمة. طيب تعال ندور لها على اجابة. بيقول ايه هو في الجملة؟ تدور بالعربي، بيقول لك ايه، مأساة الحياة، the tragedy in life، تمام جدا، لا تكمن في عدم وصول هدفك، doesn't lie in not reaching your goal، لحد هنا حلو. طيب the tragedy lies، المأساة تكمن فين بقى؟ in having no goal to reach، في عدم وجود هدف للوصول. طيب هدف للوصول ايه؟ في عدم وجود هدف للوصول ايه؟ الجمله كده ما كملتش، لسه لها باقي، محتاجه تتكمل هنا. طيب ده يخليها مشكله. اللي بعدها حياه الماساه، يعني ايه حياه الماساه؟ ذا تراجيدي ان لايف، هو ليه بيقول ايه؟ بيقول ماساه الحياه مش حياه الماساه، التقديم والتاخير هنا هو في الجمله عمل لي مشكله. طيب تعال نروح للاختيار الثالث، ماساه الحياه ماشيه مع الجمله الاولى، لا تكمن في عدم الوصول لهدفك، لحد مفيش مشكله، بل تكمن المأساة، بل تكمن المأساة، تكمن، تكرار كلمة تكمن أكتر من مرة ده خطأ، لأنها مش موجود في الكلام ده، في وجود هدف للوصول، هي المأساة إن في هدف؟ لا، ده هنا طبعا خطأ تماما. روح للجملة الأخيرة، بقول لك فيها مأساة الحياة ماشي تمام كده، لا تكمن في عدم الوصول لهدفك، ها، بل تكمن، دي حتة جديدة وحلوة خالص، بل تكمن المأساة في عدم وجود هدف للوصول إليه. تمام، هتلاقي إن الصياغة الأخيرة هي أفضل صياغة ممكن ناخدها لترجمة الجملة إحنا شغالين عليها، وعشان كده نختارها إجابة. نتحرك للمجموعة التانية، وهنا بقى هنلاقي جمل باللغة العربية هنحولها إلى لغة إنجليزية، ونبدأ بأول واحدة، ولك عليك أن تركز على هدفك، وألا تدع التفاصيل الصغيرة غير المهمة تشتتك عما تسعى لتحقيقه. تعال نشوف ونشتغل بفكر الاستبعاد، ونبدأ بالأولى. Focus on your goal، عليك أن تركز على هدف، تمام. Focus on your goal، تمام. And don't let small unimportant details to distract you، تمام. بيكمل هنا هو from what you are trying to achieve، ركز كويس خالص. بص هنا هو بيقول لك إيه، Focus on your goal and don't let، لا تدع small and important، خد بالك من الحتة دي، عندك الفعل let من الافعال اللي لو جبت وراه فعل في جملته ما ينفعش يكون الفعل ده في شكل تو ثم مصدر، لا، ده انت عايز الفعل في المصدر على طول. يعني عارف لو كان قال let small and don't let small and important details distract you، كان ممكن نقول الجمله ما فيش مش مشكله فيها، لكن هو هنا عمل لي غلطه. بيقول لك فيها focus on your goal and don't allow small and important details distract you from what you are trying to achieve. فين الجملة هنا هو؟ عمل ايه هو؟ المرة دي جاب لك allow وجاب معاها الفعل
اللي هي الاستراكت من غير ما يحط له تو. يعني هنا لما كانت الجملة في ليت مش محتاجة تو جابها، ولما مع لا وبقت محتاجة تو ما جابهاش. واخد بالك؟ دي حاجات جاية من القاعدة اللي انت واخدها على الوحدة اللي كانت بتتكلم عن الافعال جراند وتو والمصدر والدنيا دي كلها، اللي كانت الوحدة 5. ماشي؟ فهنا برضه عامل لي مشكلة. طيب تعال نروح للاخيرة، الاخيرة اللي هي سي. لا مش الاخيرة دي سي، هنا في لسه واحدة تانية. focus on your goal and don't make small and important. an important ايه؟ إيه هو اللي an important؟ خلي بالك two details. التو اللي حطها لي دي عمل لي مشكلة في الجملة اللي قدامي، خلاها اتكسرت فخلاص ما بقتش تنفع. طيب نروح اللي بعدها، بيقول لك فيها focus on your goal، ركز على هدفك، and don't let small and important details distract you from what you are trying to achieve. تاني الجملة الأخيرة هي أفضل صياغة في الأربع صياغات، فعلشان كده هناخدها إجابة. نتحرك مع الجملة التانية، ودي برضو باللغة العربية اللي هنحولها للغة الإنجليزية، وكمان نوضح رقم الصفحة. الجملة التانية اللي ترجمها باللغة العربية شو بيقول لك فيها؟ إن العمل على تنظيم الوقت وتوزيع الجهد أثناء استذكار دروسك يساعد على زيادة نسبة تحصيلك. طيب نتفق بس كده على حاجة قبل ما نسترسل في الترجمة. خلي بالك ان انا عندي في اللغه الانجليزيه مفيش كلمات التوكيد اللي هي اند، يعني كلمه اند انا لما اجي اترجم الاقيها مش موجوده. خلاص؟ ان هتبقى مش موجوده، يعني ما عنديش ليها انا لغه انجليزيه ان دي، ما عنديش كلمات توكيد في اللغه الانجليزيه. فلما تيجي تترجم خلي بالك من الحاجات دي. خلاص؟ تعال نبدا نختار في التراجم ونشوف. طيب working on organizing time، هنا بقى ايه؟ العمل تنظيم الوقت. ماشي؟ خد الجمله هنا وادها ترجمه حرفيه، بس مفيش مشكلة يعني هو اداها ترجمة حرفية قوي، لكن ماشي working on organizing time، العمل على تنظيم الوقت. ماشي حتى مفيش مشكلة. طيب وتوزيع الجهد and spending effort، حلو خالص. while studying، أثناء الاستذكار، أثناء الدراسة، هنا study هنا مقصود بالاستذكار، تمام. your lessons، دروسك، حلو خالص. helps المشكلة في تو عندي، helps increase على طول، أنا مش عايز تو. يعني احنا تغاضينا عن حكايه working on organizing دي، قلنا هو مترجمه ترجمه حرفيه بس ماشي، لكن عمل لي مشكله اكبر لما حط لي تو بعد helps. تعرف اللي بعدها to organize time، ان تنظم الوقت، ما فيش هنا هو ان تنظم، يعني هي مش اللي بال، مش هي اللي بدا، هو ان العمل تنظيم. يبقى to organize time دي اللي عملت مشكله في بدايه الكلام، خلاص كده ايه، خلت الترجمه بتاعتي ما بقتش تنفع. نروح بعدها organizing time and distributing effort، اعتبرها قال لك ايه؟ قال لك ان تنظيم الوقت، تمام، وتوزيع الجهد، شال هو بقى كلمه العمل اللي هي الترجمه الحرفيه اللي قلنا عليها من شويه هنا، شال كلمه ان العمل على ده، لان كلمه العمل على هنا هو دي كلمه تحبيشه محطوطه عشان الجمله العربي تمشي، لكن الجمله الانجليش اساسها ايه؟ ان تنظيم الوقت، هي دي تنظيم الوقت وتوزيع الجهد اثناء اذكار دروسك يساعد زياده نسبه تحصيلك. يعني كلمه العمل على دي اللي هي الحته دي تحبيشه في اللغه العربيه عشان الجمله يبقى لها طعم لما تقراها عربي، لكن في الانجليش عندي هلاقي organizing time هو الاصل في الكلام، and distributing effort while studying your lessons، هاي اللي هي كانوا بيقول لك ايه؟ ان تنظيم الوقت وتوزيع الجهد اثناء اذكار دروسك يساعد على زياده نسبه تحصيلك، اللي هي مكتوبه في اللغه الانجليزيه في الحرف سي. organizing time and distributing effort while studying your lessons helps. خلي بالك helps مفيش تو مع increase your achievement rate، لحد هنا جميل جدا. طيب worked كده جابها لي في الماضي، خلى الجمله خلاص بقت ما تنفعش. كده هنلاقي ان الاختيار سي هو افضل ترجمه للجمله احنا شغالين عليها، فهناخدها اجابه. يمكنك التغلب على انخفاض تحصيلك الدراسي عن طريق ازاله اسباب التشتيت وتقسيم الوقت الى جلسات قصيره او جلسات قصيره بينها استراحه. تعال نبص في التراجم ونستبعد لحد ما نلاقي الافضل. You can overcome your underachievement، يمكنك التغلب على انخفاض تحصيلك، تمام. الدراسي، ما هي underachievement على بعضها معناها تحصيل دراسي او انخفاض تحصيل دراسي. by eliminating distractions، عن طريق إزالة أسباب التشتيت، ماشي جميلة جدا. and dividing، وتقسيم your time، وقتك، into short sessions، إلى جلسات قصيرة with breaks in between، تمام. لحد هنا هتلاقي جملة ماشية حلو خالص في الاختيار إيه. طب تعال نروح للبي ونشوف هل بتدي نفس الغرض ولا لا. طيب بيقول لك ايه فيها؟ يو كان اوفر كام، تمام ماشي تمام. يور قال لك هنا بيقول ايه؟ اندر اتشيفمنت اللي هو بيقولوا عليه
سواء التحصيل او قلته. هنا قال لك تحصيل، ده معنى ان الواحد يتغلب على التحصيل؟ لا، ده انت عندك مشكله في قله التحصيل، فهي اللي انت عايز تتغلب عليها مش العكس. سي بيقول لك فيها you can overcome low productivity. low productivity هنا دخل بيك في حاجه تاني معناها الانتاجيه المنخفضه. هو مش بيتكلم عن انخفاض الانتاجيه، بيتكلم عن انخفاض التحصيل الدراسي مش عن الانتاجيه. نروح للاختيار الاخير you can overcome your underachievement تمام by eliminating distractions and حد مفيش مشكله. multiply multiply المقصود بيها ان انت تعمل زياده للشيء، تعمله زي حكايه بتضربه في اضعاف وبتعمله زي تكاثر الحاجات دي. لا، دي هنا هتلاقي في تناقض في المعنى بتاعك. كده هتكون الاختيار ايه؟ هو الاختيار السليم اللي جاب الجمله في افضل صياغه ليها، فهناخدها اجابه. طبعا الخط ايه يعني مال شويه وتحرك بطريقه، لكن إيه الجمله عدينا خلاص، احنا خدنا الاختيار الاولاني اجابه واحده صحيحه. ونتحرك للجمله رقم 4 اللي بيقول لك فيها ان التسويف هو اول خطوه في طريق الفشل، فقديما قالوا لا تؤجل عمل يوم الى الغد. ونتحرك مع الاختيارات ونستبعد منهم لحد ما نلاقي الاجابه. بروكراستينيشن ماشي، التسويف تمام. عن احنا قلنا ما عندناش يا شباب في اللغه الانجليزيه كلمه تسويف، يعني ان دي عندي مش موجوده اساسا. بروكراستينيشن at the first step on the road to failure، حد هنا فيش مشكله اللي هي ان التسويف هو اول خطوه في طريق الفشل. الجمله كده لحد دلوقتي ماشيه تمام. طيب as they جاب منين they؟ فقديما قالوا as they used to say، ماشي as they used to say، مين هم اللي they؟ ما جابهاش، فقديما قالوا خلاص كده as they used to say تمام كده. don't do not postpone today's work until tomorrow، انا عندي المشكله في الحته هي as used to say كما اعتادوا ان يقولوا. الجمله دي انا الصياغه دي عامله لي مشكله. ليه عامله لي مشكله؟ لما استخدم used انا عشان اتكلم بيها عن شيء، ده معناه ان هذا الشيء كان معتادا في المنطقه غير في الحاضر. يعني الناس زمان كانت بتقول لا تؤجل عمل يوم الغد والوقت بطلت، يعني ده معناه ان الحكمه دي خلاص انتهت صلاحيتها. طبعا ده عمل لي مشكله في حكايه زي وهي جمله اللي وراها. طيب في جمله بيقول لك ايه؟ procrastination اللي هو التسويف والتاجيل ماشي the first step on the road to failure، جميل جدا. شال حته as they used to say وجاب مكانها it has formally been said، بمعنى ايه؟ فقديما قالوا اللي هي الناس قالت اداء زمان اللي هي الحكمه يعني. don't put off today's work until tomorrow، والحكمه هنا سليمه بالاختيار بي لحد دلوقتي كويس. نروح لسي procrastination برضو اهي as the first بدل step قال لك ايه stop، لا انا مش عايز stop، stop معناها توقف، دي بعيد عننا خطا تمام. اللي بعدها procrastination برضو وبيقول لي is اهي the first برضو step جميل. طب خلاص هرب من stop هو on the road to failure تمام ماشي لحد هنا مفيش مشكله. بيقول ايه بعد كده؟ they used to be said، وبرضه عندي نفس المشكله اللي هي استخدام فكره used to بتديني خطا تمام. نروح للاختيار بي هنلاقي هو افضل اختيار في الاربع اختيارات، وناخده اجابه للجمله اللي احنا شغالين عليها. بكده يكون انتهى التدريبات اللي جايه على الدرس الخامس والسادس من وحده 6، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا يا شباب العديد والعديد من التدريبات بتاعك ان شاء الله. ظننا في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر الاستاذ عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.